صرح شيرو عمارة رسميا عن انتقاله لبيت جديد خاص به بدبي ومغادرته لبيت أخته نارين بيوتي للاستقرار لحاله. فألف مبروك لشيرو البيت الجديد. رجع أنس وأصالة من جديد للتفاعل على يوتيوب من بعد انقطاع لفترة طويلة، فوضحوا سبب غيابهم واللي كان تحضيرهم لمفاجآت كثيرة واللي حتكون محتوى جديد على قناتهم العربية، حيث حيكون جدا متطور ومتعوب عليه، وعودة بودكاست فول وتميس من جديد بحلة جديدة وألبوم خاص بأصالة يحمل عدد كبير من الأغاني، وتحضير أصالة لمفاجأة جديدة خاصة بها وحتكون خاصة بالأكل. شيرين بيوتي ومن بعد انقطاع بسبب المرض رجعت لتتفاعل من جديد على انستغرام وطمأنت متابعينها عن حالها وكتبت صرت احسن الحمد لله. فكل من نارين وشيرين ظهروا بالصفحة الرسمية ليوتيوب على انستغرام بهالصور، ونشرت كل من شيرين سيدرا جلال وشيرو البوست على الستوري، اما اسامة مروة فحط هذا التعليق على البوست. غيث مروان ومن بعد انتشار هالصور والستوريهات لإله من المستشفى وإعلانه عن خضوعه لعملية جراحية شارك هالستوري واللي كتب من خلاله هاي، واختفى من بعدها. دعواتكم لغيث بالشفاء العاجل.